أقول الله يرحمك يا أمين دابو، كانوا ناس لما تجي مباراة الأهلي والاتحاد كانوا يختفون في أماكن ما ندري وين يروحون. أمين دابو رحمة الله عليك، صاروا الآن يتفرجون ويحطون رجل على رجل. الأهلي سيعود، وزي ما كان في أمين دابو بيجي غيره أمين دابو، والتاريخ يشهد بنفسهم، استشهدوا أنه أمين دابو يعكر مزاجهم. فالأهلي سيبقى، ويبقى الأهلي الكبير المرعب. إذا رجعنا للتاريخ، لاعب واحد خلاهم يقفلون التلفزيونات.